يا واتساب الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد نهار جديد. اليوم غادي نجاوبكم على ذوك الاسئله كاع اللي سولتوني في الانستغرام على قبل القرايه وعلى قبل داك الشيء ورا ما درت داك الفيديو ولا داك اللايف مع خويا عبد الصادق عبد اليوتيوب ومع داك الدري القيد. غادي نحاول نجاوبكم على كاع الاسئله في يوتيوب، نحط الفيديو في يوتيوب باش تعاودوا ترجعوا ليه من بعد. كنت نحط هادشي غير في انستغرام ولكن قلت راه وقيلا في يوتيوب احسن، داكشي عشان نحط هادشي في يوتيوب باش ما نطولش عليكم وما نبقاوش نضرب بزاف. غندخل في الاسئله دغيا ونمشي على بركة الله. اول سؤال جاني من عند واحد الدري سميتها غيزلان الموسادي، قالت لي اش من ليفل خاص يكون عندك ديال لونغلي؟ الليفل ديال لونغلي اللي خاص يكون عندك يكون مزيان، ما يكونش مدقدق في خطره، يعني ما تكونش ما كتهضرش بلونغلي كاع في خطره، وما كنقولش لك خاص تكون واعر، ان فوا تكون كتعرف تواصل مع عباد الله، تعرف تجاوب على الاسئله، الا سمعتي شي واحد قال لك شي حاجه تفهمو، هذاك هو الليفل اللي خاصك، ماشي شي ليفل اللي بزاف ولا ما عرفت، تكون كتهضر واحد شويه بلونغلي. غرجع لواحد الاسئله من بعد اللي ما عندهمش علاقه بالقرايه ولكن ولا ما عرفت، نبقاو غاديين. anyway. السؤال الثاني، خويا عفاك، واحد الدري سميتو ياسين، خويا عفاك انا قريب نمشي لامريكان وما عرفتش اين بلاصه اللي فيها المعيشه مزيانه وغادي تليق ليا، ما عنديش عند من نمشي. اخويا نوردي خويا، انا فاش كنت مع خويا مع عبد الصادق مع عبد اليوتيوب عرفت بلي فين ساكن هو في نورث كارولاينا احسن من فين ساكن انايا هنايا. هنا المعيشه عندنا شويه غاليه وهم المعيشه عندهم رخيصة، يعني لو وصلتي تما تقدر تلقى واحد الكرا رخيص، تقدر تلقى خدمة دغيا وتقدر تصوفي راسك في البداية. فهمت شنو نقول لك؟ اسمحوا لي، تقدر تصوفي راسك دغيا، ديك الساعة غادي تطور من راسك وغتعرف فين تمشي من بعد. ما من الأحسن إلا كنتي أول مرة جاي حاول تمشي لشي ولاية اللي تكون رخيصة. وأنا بانت ليا ديك نورث كارولاينا اللي فيها الدراري فيها بزاف ديال الدراري، بانت ليا ولاية رخيصة ومزيانة وفيها بزاف المغاربة اللي تقدر تسولهم وتعاون نتا وياهم ويعاونوك. السؤال الثالث، خويا اسامه قال لي شي فيديو في يوتيوب جاوب على كل شيء، هادشي اللي كندير اخويا اسامه الله يحفظك. حسن فضلات، انا ستي عايش حاليا، انا ستيت انا عايش في بالتيمور. خويا زكي صفر، خويا اش من ديبلوم اللي درتي؟ انا درت واحد ديبلوم ديال الاي تي ديال سوفتوير ديفلوبمنت انجينير تيستين، كنت درت واحد الفيديو تقريبا شي عامين هادي، ومن النصائح اللي كنت كنعطيكم كنقول لكم سيروا قلبوا على شي ديبلومات بحال هكاك. وكنت هضرت على ديك البارت اكزاكتلي، انا نقدر نحط لكم داك الفيديو تاع هو تاع هنايا احسن خمسة القدامي تقدر دير، وانا خديت بالنصيحه ديالي ومشيت درت داكشي. خويا ادم قال لي، ادم المعلمي قال لي واش قريتوا الاتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت هادشي اللي خاص؟ خويا قرينا الاتش تي ام ال قريناها في يومين، سي اس اس جافا سكريبت لا قرينا حنا جافا في البدايه، وماشي غير هادشي اللي خصك، خصك بزاف ديال الحوايج اخرين. دابا الخدمه مصيفطه ليا ميساج قال لي نور الدين واش غادي تجويني واحد الميرينغ ولا لا؟ صافي غادي نمشي نجويني هاد الميرينغ ونرجع نكمل لكم. سوري العشره اسمحوا لي. المهم نرجع للاسئله ديالنا. حسن لا ام احمد 5 بي قال لي اي كان ديزاين بروفيشنال تامبلز فور يور شانل، اي هاف 2 ييرز اوف اكسبيرينس، اي هاف ا بورتفوليو. مزيان فاش قال هذا السؤال، اللي كيعرف يدير تام نيلز، اللي كيعرف يدير فويس ريكوردين، واللي كيعرف يدير ايديتين مزيان يتواصل معايا، يصيفط ليا في الانستغرام شي لعيبات، خصوصا اللي كيديروا الفويس اوفر يصيفطوا ليا شي فيديو ولا شي اوديو كيهضر فيه على شي استوار ولا شي حاجه بغيت نسمع الصوت ديالو. الا عجبني نقدروا نديروا شي لعيبه مجموعين في لاشين يوتيوب. اوكي دوز السؤال الاخر. هابي بيرثدي اخويا ديالك. اوكي اشرف مشيمش، اخويا الراي ديالك في ولايه نورث كارولاينا؟ اخويا اشرف راه على حسب كيما قلت لك قبيله داكشي اللي سمعت من الدراري راه كيعاودوا مزيانه، وداكشي اللي سمعت منهم بمقارنه مع فين عايش انا راه كتبان ليا اخويا راه اتس ا جود بليس، تقدر تمشي تما راه مزيان. الله يسهل عليك. مراد اس اي اي 22، اش اللي يخليني نتيق في سكول ونبدا معاهم؟ واش كاع الناس اللي كيقراو وخدموا ووصلوا؟ هذا كويشن زوين. اي مين راه ما يمكنش، ما اسمح لي راه نقول لك واحد الحاجه، راه اي مدرسه كتمشي ليها كتقرا كاين اللي كينجح كاين اللي ما كينجحش، كاين اللي كيلقى خدمه كاين اللي ما كيلقاش خدمه، ولكن نقول لك داك الريت انا خلينا نقول واحد اللعبه. دابا حنا في القسم ديالنا حنا كنا في مجموعه 300 ولكن القسم عندنا حنا واحد الجروب بيناتنا كنا تقريبا شي 8 ديال الناس، ياك 8 ديال الناس كنا كنحافظوا مجموعين كنساليو الكلاس مع القسم اونلاين
كنعاودو ندخلو للزوم ولا الديسكورد، كنجمعو كنبقاو نحافظو بيناتنا، نديرو انترفيوز لبعضياتنا، نبقاو نسولو بعضياتنا. هادشي كله هادوك كلهم اللي كانوا معايا في الجروب كلنا خدمنا، كلنا لقينا خدمة باش فهم. ولكن حنا كنا كنتقاتلو، ماشي زعما راه كيما قلت في اللايف راه كنخلص فلوسي خاصني نتقاتل باش نلقى خدمة. الميساج ماشي ليا. عثمان نواري، ديك سكول واش كاين اخويا في بالتيمور بلا ما نمشيو حتى لفيرجينيا؟ خويا عثمان هي راه كاينه في فيرجينيا، كاينه في تايزن كورنر، ما كايناش في بالتيمور. ولكن انت كنتي في بالتيمور قرا اونلاين، انت انا كنت في بالتيمور كنقرا اونلاين، كنقرا من الدار البيسي وكنحل البيسي ونقرا. وما نكذبش عليك جاتني القرايه اونلاين واحد الحاجه اللي مزيانه 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 ديال بصح، وعجبتني اخو نقرا اونلاين. انا بعدا وليت كنفضل نقرا اونلاين على انني نمشي للمدرسه. اسامه قيدر توحشناك واش طايبه فلوغات؟ عافاك الله يسهل لك الامور. الله يحفظك ليا اخويا اسامه، الله يعزك. ها وليو نديرو فلوغات مره مره. طه هوكيك، انا عندي باك في المغرب، نقدر ندخل نقرا في السيرتيفيكيت؟ ودابا يلاه عندي 1 يير في اليو اس اي. الا كنتي كتهضر باللونجلي واحد شويه مزيان اخويا طه، ماشي مشكل. واخا عندك انت، انا كان عندي الباك من المغرب، مال انايا شديتو؟ انا ثاني بحالي بحالك عادي، تمشي تقرا. الا كان عندك شويه لونجلي حاسب راسك كتقدر تهضر باللونجلي وكتفهم شنو كيقولوا لك الناس، ما كاين باس اخويا. استغل الوقت ديالك، ما تضيعش بزاف الوقت وسير بدا تقرا. old younger man، سلام خويا نور الدين، شكرا اخي على البارطاج. قلتي كاينين مدارس كيديروا هاد الفورماسيون رخيصه، واش ممكن تعطينا اسماء؟ غادي نقلب لكم على سميات العشرين. واحد عرفتها، كنعرف سميتها، غنخلي لكم حتى اللين ديالها لتحت هنايا، دخلوا ليها. راه ما عرفت دايره غير شي 6000 دولار، ما دايرهاش ديك 12000 كلها، دايره غير 6000 دولار. حتى هي عندهم اونلاين وعندهم كلشي، غنخلي لكم اللعيبه ديالهم ودخلوا شوفوا شنو البلان ديالهم. عبد الحميد صديق، هيا ساو يور لايف موتيفيت مي الله، وات دو يو ريكومند مي تو ستادي ان نوفا اور سايديا؟ خويا كل واحد وكيفاش لقيتي مازال باقي صغير في العمر وبغيتي تقرا واحد 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين، نوفا مزيانه، ما نقولش لك ما مزياناش. ولكن انا كندوي على راسي، انا حيت كنت شويه كبير في العمر ما بغيتش نضيع الوقت ديالي بزاف ديال داكشي، مشيت قريت في هاد المدرسة اللي كان قريت فيها غير 7 شهور، فهمتي البلان؟ ولكن راه at the same time راه باقي عندي داك البلان ديال انني غنرجع نكمل القراية واحد النهار. ولكن ماشي دابا، انا يلاه بديت الخدمة واحد العام، بغيت حتى نضرب واحد العامين ولي ستيبل مزيان، فهمتي؟ داك الساعة نولي ندير كلاسات ديال نوفا في الليل ولا شي حاجة بحال هكا. هذا هو البلان ديالي انا، كلو انا شرحت لك البلان وانت تعرف. رضا مراد، والله اخويا الا كنت تالف دابا بانت لي الطريق، سيسيون الجايه انا معاهم. خويا رضا مراد سير اخويا، راه شي عامين ثلاث سنين وانا كنأجل، كنقول لا العام العام الجاي لا، غير نصبوا عليا لا حقا نبقى غادي مع الطريق هادي. في الاخر اخويا درتها في الله ومشيت والحمد لله. I can pay $300 per month for schooling but I'm still afraid thinking give me an advice. خويا مراد هذه المره الثانيه، باي ذا وي راك كنخلص $750 per month، ماشي 350، 750 اللي كنت كنخلص، ودابا راه كيديروا داك اللون وداكشي. خويا ميريكان بلاد ديال انك خاصك تانفيستي في راسك، راه ما يمكنش ما تانفيستيش في راسك وتلقى الخدمه. انفيستي في راسك، راه كاع المراكنة راه كياخذوا اللونز وكيبقاو يخلصوا في اللونز ما عرفت حياتهم كلها. انت ما تاخذش لونز كبير، شوف شي مدرسه ديال 6000، خذ اللون ويزاوت انتريست وسير قرا، فهمتي؟ واحد الريسك اللي ضروري خاصك تاخذه، ضروري خاص تاخذ هاد الريسك باش دير شي حاجه، ما نكذبش عليك خويا. انا هذا سميتو كاليراج 619، خويا انا فائز في القرعه والكيز نمبر ديالي 38، واش كاين شي امال نمشي؟ وداد حياني 38 اخويا الاغلبيه كيمشيو، ولكن ما نكذبش عليك انا مابقيتش عندي معلومات على هادشي ديال القرعه. شحال هادي دخلت قلب، شحال فاش كندير فيديوهات على القرعه كنت كندخل نقلب هنا وليه، وكنعرف داكشي اش كنجي نبارطاجي معكم. انا شحال هادي مابقيتش قلبت فهادشي ما عارفش، ولكن اللي باقي عاقل عليه ان 50000 ولتحت راه كلهم كيعيطوا عليهم. عبد العزيز برافو عليك، جود لاك، ثانك يو، الله يحفظك. سي محمد لاري، واش ممكن تعلم اي تي غير اليوتيوب وكورسيرا ويودومي ولا من الاحسن دراسه؟ شوف
يوديمي مزيانين، هادوك كلشي مزيانين، ولكن انا درت يوديمي كلاسز، ما دخلتش شفتي يوديمي كلاسز، ولكن خديتهم غير باش نطور من دوك المعلومات اللي عندي. كنقرا وكنمشي ناخذ كلاسز من يوديمي ديال اي تي، ديال بزاف ديال اللعيبات. ما نكذبش عليك، ما ماشي ما غينفعوكش مليار في المية، باش ما نكذبش عليك، حيت البلاصه داكشي اللي كيقراوك ما غتلقاش في يوديمي 100%. شريتي كلاس ب 15 20 دولار، راه لا مجال المقارنه بداك الفلوس اللي كتخلص الاخرين. سو ما ماشي مزيانين، ولكن ماشي هما اللي غيلقاوك خدمه. على ما عرفت تقدر تلقى شي خدمه اخرى، ولكن هادشي اللي كندوي عليه اللي درت انا محال. محمد الذهبي، خويا نور الدين، واحد خويا فاش عمر دي 260 ما دارش باللي فيه سياتيك، واش يقدر يريفيزي ولا ما غير يريفيزي؟ واش ليه ما بقيتش عارف داك الشيء على القرعه، ولكن راه ما يريفيزي واش ليه على هذا الشيء عادي. اجميد مبارك، واش دفعتي القرعه في الاخر شهر الاول؟ اخويا نتمنى تجاوبني، والله يسهل الله يسر امرك يا ربي. كنت دفعت واقيلا في البدايه، ما بقيتش عاقل اكزاكتلي، ما ماشي شي حاجه، ماشي مشكل الاول ولا الاخر، لا عندك الزهر غتجيبك. لامين حنان، سلام خويا، واش سكول عاونوك في الريفرنسز؟ اه كيعاونوك، هذه واحد الحاجه زوينه غندير عليها واحد الفيديو اخر، حيت نورمالمون قلت لكم ديك النهار في داك اللايف راه بزاف ديال الحوايج غتعرفوهم في المدرسه، ما يمكنش انا في لايف واحد نقول لكم هذاك الشيء كله. عاونوك في الريفرنسز وكل شيء اختي، ماشي مشكل. الحيان يوسف، ارجع لليوتيوب اخويا، الله يحفظك، الله يحفظك اخويا، الله ارجع ندير فيديوهات، ارجع ندير فيديوهات مره مره كل يوم. اوكي محمد شادي، الا كان عندك مع الويب ديفلوبمنت يمكن تخدم في يو اس اي بلا ديبلوم، يعني غير بسكيلز؟ ما نكذبش عليك، شوف بزاف ديال الخدامي دابا هنا في امريكان ولاو كيعاونوا على السكيلز ماشي على الديبلومز، حيت ولاو كيقول لك راه دار يقدر يخدم الديبلوم ديالو، ما فهمتي، غير حفظ ونجح وطلع وداكشي. السكيلز مهمين بزاف، ولا عندك السكيلز اللي تقدر تخدمو راسك، كاين فايفر، كاينين بزاف ديال اللعيبات اللي تخدم راسك، فهمتي. ما عرفتش اكزاكتلي، انا خدمت بلا ديبلوم ما فهمتي، ولكن ديفلوبمنت ما نكذبش عليك. امتى فيديو في يوتيوب توحشنا برو؟ جود لاك برو. ها هو دابا حنا كنصوروا فيه، الله يحفظك خويا. رضا ادير، بغيت نعرف الخدمه واحد الايث نقيت منها بوحدي وناكل ونمشي نتصرف، ما عرفتش واش نبين. بغيت نعرف خدم واحد الايت نقي منها بوحدي وناكل، ما عرفتش اخويا انا والله ما عرفتش كيفاش نقرا السؤال، اسمح لي. الشافعي حشدي، خويا نور الدين، هاد الدبلوم تقدر تلقى به خدمه رسميه ديما ولا غير بروجي مع الشركه وصافي؟ نورمالمون دابا انا نقول لكم البعض، انا الخدمه اللي خدام معاها دابا خدام معاهم رسمي، فهمتي، خدام معاهم رسمي، الشركه خدام معاهم رسمي، كيصيفطوني نخدم في واحد البروجي، كيسالي داك البروجي كيصيفطوني البروجي اخر، ولكن انا ديما خدام معاهم. الا صيفطوني البروجي وسالا وواحد البروجي اخر ما غيبدا تدو الشهر، هذاك الشهر كندوز مريحو انا في الدار وكنتخلص وكلشي، حتى هما يجيبوا لي بروجي اخر يقولوا لي نور الدين ها هو البروجي الاخر اللي تخدم فيه، نمشي للبروجي الاخر نخدم فيه، حتى هو واحد ارانو شهر عام تيسالي وعاوتاني نفس الوضع، نمشي للبروجي الاخر. عبد الحق، سلام برو، شحال خديتي من عام باش ساليتي القرايه ديالك هنا؟ سمحوا لي الدراري، شحال خديتي من عام باش ساليتي القرايه ديالك هنا في اليوسي؟ اخويا 7 شهور، ما كاين لا عام لا عامين، 7 شهور. سينا الدير بغيناك ترجع صاحبي، والله الا كنستافدوا منك بزاف. الله يحفظك اخويا امين مؤمن، الله يعزك حبيبي، ربي يخليك، ارجع نولوا نديروا فيديوهات ان شاء الله. خويا انا يلا جاي الامريكان قرعه عندي 22 عام باش تنصحني، باغي نبش في الدومين ديال الاي تي خصوصا اليو اكس واليو اي ديزاين. خويا ما حدك باقي في المغرب، حاول تزيد تقرا اكثر، ولكن احسن حاجه تقدر دير مع حدك في المغرب اخويا حاول تعلم اللونجلي، هي هذيك هي الكي باش غادي تدخل هذا الشيء كله، حاول تعلم اللونجلي مزيان، وفاش تجي هنا عطا الله ما دير بد اليو اكس ديزاين واليو اي ديزاين اللي تدير، ولكن اللونجلي هي اهم حاجه، هي اللي خاصك تفوكسي على دابا. عثمان فورتومي، بغينا فيديو توحشناك، بليز وات دو وي دو، بليز وات دو وي مين باي كريديت بوينتس؟
عارفش علاش كتهضر وقيلا كتهضر على الكريدي كارد ودوك البوينت وداك الشيء. ماشي الوقت ديال اخويا باش نهضر عليه، نقدروا نديروا فيديو اخر. واصلا عندي واحد الفيديو حاطه تما فيه هادشي. واش كاين شي كورس في الانترنت مش ممكن نشري ديال هاد الاي تي؟ غتشري ولكن ماشي اناف. هيلا نور الدين، بليز كان يو تشيك ماي مسج ان ذا برايفت بليز. خويا هذاك الشيء علاش داير نيتي، حيت وصلوني بزاف ديال الميساجات وما قدرتش نجاوب كل واحد بوحدو، داك الشيء علاش قلت ندير فيديو. اسمح لي، is it easy for a mom of two to do that certificate and work with it؟ كنعرف بزاف ديال الدريات عندهم تما والدين ومشاو قراو هادشي وراه خدامين. واحد الدريه معايا اصلا خدامه معايا دابا، ما عرفتهاش منين جايه، ما نكذبش عليك، واش جايه من داك السيرتيفيكيت لا لا حيت ما سولتهاش، ولكن حتى هي مام وخدامه معانا. كيوصل كتخصها دير شي حاجه، كتقول لهم راه غنمشي نقضي شي حاجه مع ولادي، عندي شي غرض. وبالنسبه للقرايه، الوقت ديال القرايه راه كتكون غير في الليل، من 7 الليل وفوق، تقراي من 7 ل 9 ولا من 7 ل 10 وديري واحد الساعه ولا ساعتين تراجعي فيها مع الجروب ديالك، راه مور ذان اناف. الى النهار كله ديالك تقدري ديري فيه اللي بغيتي، ولكن واحد 5 السوايع في النهار في الليل حاولي انك تخصصيها لهادشي ديال القرايه، راه ان شاء الله ربي يسهل عليك. جرافيك ديزاين جاوبنا عليه. يحيى ولد ربنا سيدي عثمان زيرو كا، عماله معامله اخويا. امين 154 قال لي وين سايد يو ستار ويش مان بليز. راه ما كاينش غير سايد يو، راه 20 سايد يو، راه واحد شويه غاليه حيت ما بما تصحابوني، راه انا جاي كن بروموتي فيهم ولا داكشي. راه كاين مدارس اخرين كل مدرسه معاش كتبدا، انا ما سمعت سايد يو راه غيبداو هاد اليومين. سو هاد اليومين راه دايرين استجابه باش يبداو الباتش ديالهم، وهما الباتش ديالهم كيبداو تقريبا كل 3 شهور، كيبداو 3 شهور 3 شهور الجايه كيبداو عاوتاني، فهمتي؟ كل كلاس كيبداو 3 شهور شي حاجه بحال هكا. لانجويجز هذا ياسر بن حمو، لانجويجز اللي مطلوبين في الشركات من غير جافا، جافا جافا سكريبت سي اس اس سي شارب اي حاجه، ولكن اللي كنتي كتعرف غير الجافا كيخدموا كياخذوا كي حيت كيقولوا انفو هو كيعرف الجافا، راه سي رادي راه كاع دوك اللانجويجز الاخرين راه غيجيو ساهلين. الا كنتي كتعرف الجافا راه غتفهم اش كنقول لك، بايثون وكاع الاخرين راه غيجيوك ساهلين، راه the same كيفاش كتكتب هذا الكود كيفاش كتكتب الاخر، راه غير واحد الفرق صغير في السينتاكس و you good to go. محمد الوثيقي، المدينه فين كاينه ديك المدرسه؟ فيرجينيا خويا نور، انا كنت واجد في الكساندريا. الثمن شحال وصل حاليا؟ شكرا بزاف خويا محمد الوثيقي، راه الثمن وصل دابا لشي 14000، ولكن راه كاينين مدارس اخرين اللي زعما رخاص رخص من داكشي، كاينه 6000 4000، غسول على راسك راه غتلقى، راه غتلقى بزاف. سايبر سيكيورتي تيستر يوتيوب شانل، ما عرفتش بتقول اخويا فراس، ما انا انا ايت سفيان، واش غادي ترجع ليوتيوب؟ اه اخويا غادي نرجعو نديرو يوتيوب. اي هاف نو كويشن. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك حبيبي. ياسين الحيان، سعد the pilot we need those hype videos back on YouTube, we really miss you my guy. لا حفظك اخويا سعد، ان شاء الله والله الا رجع ندير فيديوهات. هادو هما اللي كيموتيفيوك انك ترجع دير فيديوهات بحال هاد اللعيبات، وحق الله العلي العظيم. وفقك الله ورعاك اخويا، الله يحفظك اخويا. معك سفيان السلاوي تري ديال سيدي عثمان البيضاوي، الله يحفظك ليا اخويا سفيان حبيبي، الله يعزك اخويا. زويني وليت بحال حاسس بحال شي عرس خاطر الخواطر. خويا واش ازويني، خويا واش العلاقه تقدر تلقى خدمه بلا ديبلوم بحكم ديك الوقت ما نقدرش ناخذ ديبلوم؟ الحلاقه، الحلاقه تخدم كطير، الحلاقه طير كتخدم في امريكان صاحبي، راه عندي واحد فيديو حاطه على الحلاقه الطير تخدم طير، عطا الله اللي كيقلبوا على الحلاقه هنايا. اوكي ما كاين حتى كوشن. الله يحفظك خويا. شحال الصالير؟ هذا واحد الدري سمعت فيا سبيكا، الصالير ديما كيتراوح ما بين 90 110 120 فهاد الافريج ديما، هذا هو اللي نقول لكم على الصالير. فوزيه الاحمر، الله يحفظك. انا راجلي في ميريلاند عنده ديبلوم اي تي من المغرب، واش ممكن يخدم به ولا غادي يطلبوا ليه سيرتيفيكيت؟ وشكرا الله يحفظك. الا كان كيعرف اختي يهضر بلونجلي وكان كيدير هادشي ديال التيستين ما كيطلبوش ليه الديبلوم، ما كيطلبوش الديبلوم حتى شي حاجه، فهمتي؟ ولكن خاصو يدوز ديك الانترفيو. واش غادي يقدر يدوز الانترفيو باللونجلي اللي عنده دابا
ولا كان كيهضر بالانجلي مزيان غيخصو يعرف شنو هما الاسئله اللي غيسولوه في الانترفيو، حيت هذه هي التراك في المدرسه كيعلموك شنو هما الاسئله اللي يقدروا يسولوك. الا كان يقدر يدير هذا الشيء سير الله يسهل عليك دير هذا الشيء، فهمت شنو بنقول لك؟ الا شاف راسو ما يقدرش وهو عنده مع الاي تي يمشي يقلب على ارخص مدرسه، ولكن هو مزيان في الاي تي هذا يمشي يقدر يجبد الكلاسات من يوديمي ويتعلم. راه يوديمي راه تما فيهم هذا الشيء ديال التيستين كيوريوك شي اسئله اللي يقدروا يسولوك، ولكن حيت هو عنده مع الاي تي يقدر يدير هذيك البلان يدخل على يوديمي ياخذ كلاسز ويحاول يطور من راسو والله يسهل عليه. الا كان عنده ديبلوم ديال الاي تي ما يبقاش مضيع راسو ما تيدير والو. هادشي اللي بغيت نقول. To draw a story, could you please make a video about YouTube about your domain of IT? Thank you. إن شاء الله أخويا إحنا نديرو. علي مازل، شنو الكواش اللي سولوك باش خديتي الجنسية؟ نديرو عليه فيديو بوحدو الدراري، هذا غندير عليه فيديو أخر. إلا هاد الفيديو بان لي الناس شافوه بزاف وهادي الكواش ديال الجنسية يكون هو الفيديو الجاي. يلاه براوجو راه ندير لكم داكشي ديال هذا. إلا جاب هاد الفيديو 1000 ديال لايكس نديرو فيديو على الجنسية. احمد صبري، شنو هو الدبلوم اللي قريتي؟ جاوبنا عليه. خويا نور الدين، واحد السؤال جاوبني عليه، الا كان ممكن تقدر تقول لي جوج حوايج زوينين ثلاث حوايج خايبين في امريكا. مهدي اكرم، جوج حوايج زوينين في امريكا انك كتحس براسك واحد الانسان عندك قيمه، كتدخل واحد الفلوس على حسب داك المجهود اللي كتعطي، ولا بعض المرات الفلوس اكثر من المجهود اللي كتعطي، كتحس براسك واحد الانسان اللي كيحترمك عباد الله. واهم حاجه كتبروفايدي للفاميلي ديالك العائله ديالك واحد الحياه كريمه وحسن من الحياه اللي كنتي تبروفايدي لهم كنتي في المغرب. بالرجوله كندوي على راسي، كندوي على راسي. والحوايج الخايبين انك بعيد على داركم صافي، هذه انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هي انك بعيد على داركم. حتى ما نقولش حتى المغرب لا توحش المغرب، كنتوحشوا المغرب مره مره، كنمشي نضربوا فيه 15 يوم كيطلع لي الدم كنرجع كنجري. هذا حكيم توفيق قال لي توحشتك اخويا نور الدين مغبورات هادي على اليوتيوب تصدمنا في اللايف مع عبدو. الله يحفظك اخويا توفيق، الله يعزك حبيبي غبرتي علينا خويا. واش بصح الاي تي فيه 100 مليون في العام؟ كنتمنى تجاوبني. ابراهيم الانسيس، شوف كاين واحد الويب سايت سميتو دايس، دايس غادي نحطو لكم حتى هو في الديسكريبشن. ادخل لذاك الويب سايت اللي قلت لك ودخل ودير كواليتي انجينير ولا سوفتوير ديفلوبمنت انجينير ان تيستين، وغتشوف شحال غيخلص شحال كيخلص، غتشوف البرايس شحال كيخلصو. غايقول لك تلقى الساعه ولا تلقى العام، لو لقيتي الساعه دير الحساب ديالك وغتشوف واش بصح ولا ماشي بصح. عبد الرحيم الغبالي، شفت اللايف كله البارح واقل ما يقال اني فخور بابناء بلادي اينما حلوا وارتحلوا، كنتمنى لك المزيد من النجاح. الله يحفظك اخويا عبد الرحيم يسا الزوين، الله يحفظك حبيبي الله يعزك، شكرا بزاف. Why did you stop YouTube؟ امين شنو هما الكواش اللي عطاوك باش خديتي ناشوناليتي؟ الف الف لايك نديرو هاد الفيديو هذا. خوادري قال لي اش خبارك؟ سولني هنا قال لي اخويا اش خبارك؟ الحمد لله عيط لي من ورا فاش شفت هادشي. I think فيديو فيه 20 دقيقة جاوبت على بزاف ديال الأسئلة الدراري، والله إلا جاوبت على بزاف. نجاوب على آخر سؤال، ناخد شي سؤال من هنايا إلا كان مزيان ونجاوب عليه. مبغيتش نقرا شي شي مثلا فيها ها هو الله نشوف الجواب. أوكي غنجاوب على هذا وهذا يكون هو الجواب الأخر، وغادي نحبس هنايا 20 دقيقة راهي تو ماتش. ولا وصلتي معايا حتى لهاد اللقطة امين ثانك يو سو ماتش، امين راك باغي تعرف وهذه هي الحاجه اللي زوينه. الله يسهل على كل واحد. سو السؤال من عند اي بي ال ار دي 20، ما عرفتش عبدو وقيلا ولا عبد الرحمن، قال لي هاو لونج ديد ات توك يو تو لاند يور فيرست جوب افتر جرادويتين ذا بروجرام. قريت 7 شهور، دوزت واحد ما بين 20 يوم حتى شهر وانا كندوز في الانترفيوز، وخديت الفيرست جوب ديالي. يعني خدات لي 8 شهور باش ساينيت اول ديال ديالي واول خدمه في هاد الاي تي.
وهادشي اللي كاين العشرين. ثانك يو سو ماتش فور واتشين، تهلا عليا فلوسكم، كنتمنى نكون فدتكم واحد شويه. بغيت نوجه واحد التحيه كبيره اخويا عبد السابق عبد التوب، حيت بالرجوله كما كانش عبد التوب ما كنتش غادي نجي وغندم نهضر على هادشي. انا شحال هادي قلت ما بقاش ندير يوتيوب حيت بزاف ديال التعليق سلبيه، وكنقول مع راسي انا مالي على هادشي، فهمتي؟ كنهضرت مع عبد، قال لي ايت فاين، قال لي بنادم راه باغي يعرف معلومات، حاول فهمتي ما تبقاش تقرا الكومونتير، تحاول تقرا غير الايجابيين وما تفوكيزيش على داكشي اللي له علاقه. ما كنديروش هادشي باش ندخلوا الفلوس، والله ما كنديروا باش ندخلوا الفلوس، بعيد كل البعد باش ندير هادشي باش ندخل الفلوس. وكنبغيو غير نشاريو المعلومه مع الدراري اللي يلاه جايين، ولا اللي غايجيو، ولا اللي خدامين هنا ومكرفسين. وهادشي اللي كاين، تهلاو ليا فلوسكم و الف جيم. لا بغيت غير تفاعل، نشوف شويه ديال التفاعل باش نتموتيفا ونكمل ندير فيديوهات. عامين ولا ما تعاملوش ما حطيناش فيديو، الى هاد الفيديو جاب شويه ديال التفاعل ابروميس جايز غنولي ندير فيديوهات في يوتيوب. ولا لا اله الا الله، تهلاو ليا فلوسكم، ارجع للخدمه. باي ذا واي الخدمه لا اله الا الله، تهلاو ليا فلوسكم، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو، الله يعاونكم.